من شارع الجمال وحتى ساحة الحرية، قطعت هذه الجماهير مسافة تخللها الزخم الثوري والاحتفاء بمناسبة ذكرى فبراير، حيث أحيا الآلاف من المواطنين في مدينة تعز الذكرى 11 للثورة. هنا جسدت الثورة في أنصع صورها التي انطلقت بها قبل عقد من الآن حاملة مشروع الدولة المدنية الحديثة. إن كسرنا أغلال القيود وأغلال الخوف والرعب الذي كان يمارسه علينا النظام السابق بقيادة المخلوع عبد الله صالح، وثرنا في الساحات نطالب بالعدالة والمساواة ودولة النظام والقانون واليمن الاتحادي الجديد الذي يتسع لكل جميع. يمكنك قتل ثائر لكن لا يمكنك قتل الثورة، هكذا رددت هذه الجموع في تعز اليوم، ورغم المؤامرات الإقليمية لضربها وتصفيتها بدءا بانقلاب ميليشيا الحوثي مرورا بدور مشبوه لدول خارجية، يحمل هؤلاء حلم فبراير وكأنه ولد من جديد رغم حالة الإحباط في نفوس الكثيرين، غير أن ثورة التغيير هي طريق الخلاص والذهاب إلى المستقبل كما يرى هؤلاء. اليوم عيد الفرحة، قلبي فبراير، دمي فبراير، أهلي فبراير، ولدي فبراير. نعم، من ها هي اليوم الفرحة تتم، من اليوم هذه بداية، من بمثل هذا اليوم فرحة 11 فبراير الحرية والديمقراطية انطلقت. راح الاستبداد، راح الاستعمار، راح الكهنوتي، راح إلى ما لا نهاية. بعد 11 عاما من ذلك الحدث المفصلي، لا تزال جدوة الثورة باقية وحية في وجدان وضمير هذه الجماهير الهاجرة هنا والمؤمنة بحلم فبراير الذي غير في محطته الأولى من وجه اليمن. تبعث هذه المسيرة الاحتجاجية الشعبية الحاشدة والتي انطلقت من شارع جمال وحتى ساحة الحرية، المكان الذي انطلقت منه الشرارة الأولى لثورة 11 من فبراير، تبعث رسائل عدة وفي أكثر من اتجاه للداخل وللإقليم لأن الثورة لا تزال مستمرة وأن الثوار اليوم ما يزالون متمسكين على العهد الذي قطعه شهداء وجرحى ثورة 11 من فبراير. مها علي، قناة بلقيس، تعز.